يا هلا والله وسهلا. في البداية أرفع أسمى التهاني والتبريكات أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي في شركة ثقة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين بهذه المناسبة الرائعة. هذا اليوم الوطني العظيم أعاده الله أعواما عديدة وهذا البلد ومواطنيه وقيادته بخير يا رب. التحول الرقمي هو في ظني لبنة أساسية وركن أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وهي مستهدفات طموحة. ولولا وجود البنية الرقمية البنية التحتية الرقمية الأساسية لما رأيت المنجزات الكبيرة جدا على أرض الواقع. كثير من المنجزات تم تحقيقها خلال 5-6 سنوات الماضية ورأينا أثرها في تحسين الحياة، اختصار الوقت والجهد على المواطنين، على أرباب العمل، وكذلك على الجهات الحكومية بفضل الله. ثم هذا التحول الرقمي الكبير شهدناه في هذا البلد. نعم أستاذ أحمد، إذا ما تحدثنا عن المنصات الرقمية وأيضا كيف ساهمت في ربما تسهيل حياة المواطن في المملكة، كيف تنظر لها من هذا الواقع؟ أعتقد بأن الجميع يلمس هذا الأثر الكبير جدا. سبيل المثال ذكرتم في تقرير العدل قبل قليل الخدمات العدلية الكبيرة. أحد المنصات التي نفخر بتطويرها معنا وزارة العدل هي منصة الموثق. كان المواطنين والمقيمين في حال رغبتهم بالحصول على وكالة إلكترونية أو رهن عقاري يضطرون إلى زيارة كتابات العدل. مع منصة الموثق أصبح بالإمكان عمل هذه العملية بشكل إلكتروني بالكامل. أكثر من 700 ألف وكالة وعملية رهن عقاري وعملية إفراغ عقاري تم عملها من المنزل أو من المكتب الحاجة لزيارة كتابات العدل. هذا وفر أكثر من 2 مليون ساعة عمل على مواطنين قيمين أرادوا الحصول على مثل هذه الخدمات.